أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميعا بأي بلد اللي كيشارك وكيدعم القناة، شكرا لكم. كيف شفتوا غادي نكملوا دائما في الحلقات على موضوع الهجرة بطرق قانونية ومشروعة ومجانية. تكلمت في الحلقة السابقة بالنسبة للناس اللي ما عمرهم شافوا الحلقات ديال باب كندا، يرجعوا الحلقة السابقة باش تسجلوا في كيباك اون تيت وتسجلوا في المقاطعة ديال بريتيش كولومبيا. مهم جدا لأن الأماكن محدودة، هي السبب ديال أننا حاولت تسجل ولقيت أن ما صافي لو سيت مغلوق، يعني فيرمي، يعني الأماكن راه صافي ديك الأعداد اللي بغاو راه وصلوا ليها، ميمكنش لك تسجل، غادي تنتظر حتى أفريل إن شاء الله 2021. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع تكلمت فيه حلقة سابقة، المشاركين كيعرفوا هذا الموضوع، كنظن راهم تسجلوا في واحد المقاطعة مهمة وبعيدة شوية، بعيدة على كيباك، ولكن مقاطعة فيها 40,000 نسمة، 40,000 نسمة في واحد 30,000 كيلومتر تقريبا ديال الأراضي الشاسعة، يعني ما فيها تشي حد وباغي الناس، ولكن باغي الناس بشروط، ماشي أي واحد، ماشي من ولا، دائما خص يكونوا فيك الشروط باش تقبل في الملف ديالك، تقبل في هجرة. الشروط ما غاديش نرجعوا ليهم، رجعوا الحلقات وغادي يشوفوا شنو هم الشروط. هذه دارت اي ميزاجور ابديت، ميزاجور يعني جدات هاد البروغرام ديالهم وفتحات واحد السوق، كيفاش غادي نقولوا، فوروم دومبلوا، يعني سوق الشغل تقدر تابليكي ا ديستانس، يعني تابليكي على عقود عمل، على مناصب شغل، دائما فيك الشروط اونلاين. غادي تدخلوا معايا وغادي تشوفوا في هاد في الاورديناتور كيفاش تعملوا لا دوموند وشناهي هاد شناهي هاد المقاطعه. كيف كتشوفوا هذه هي لا دوموند، فورمولير دو دوموند كانديدا، هادشي كله مجاني غراسوي، يعني ماشي لا تؤدي عليه اي شيء، خصها تكون فيك الشروط وتعرف وما تسرعش. مني هاد المقاطعه بالنسبه للناس الفرنكوفون، يعني الناطقين بالفرنسيه، غادي يعمروه يملؤوه. كيف كتشوفوا هاهو إلي أون بي دي إف، غادي نخليه لكم في دائما في صندوق الوصف. كنشوف الناس كيتكلموا كيسألوا دائما على اللين، كنظن هاد الناس مشتركين جداد ما عارفينش الطريقة اللي كنمشي بها. مرحبا بكم، كنرحب بكم دائما، لليان في صندوق الوصف، دخلوا للديسكريبسيون غادي تلقاو لليان، الروابط بالعربية، ديروا لو نون ديالكم، برينون ديالكم، دخلوا المعلومات ديالكم، لادريس، لا فيل، لا بروفانس، كل شيء، لا بروفانس وما عندكمش لا بروفانس، بون، العنوان ديالكم، التليفون ديالكم، معلومات تكون صحيحة وما تخطئوش وخذوا الوقت. هذه ما فيهاش تسرع، هذه مفتوحة دائما، البروغرام البرنامج مفتوح، لا فك الشروط وفك داك الشيء اللي باغا هاد المقاطعة، غادي يتواصلوا معك مباشرة منك ليهم، ما كاين حتى شي وسيط، لا كاين لا مكتب لا كونسلتون ولا حتى حاجة، يعني مجاني. خصنا هو الشرط اللي خص يكون فيك، يكونوا فك الشروط المطلوبة ديال الهجرة لهاد المقاطعة هذه. سي سور ان هادو دايرينش اختبارات عالية بحال مقاطعات اخرين، اختبارات اللغة كتبدا من 5 4 4 ونص 5 تقريبا، يعني بجوج مهن، حيت كاين ليميتي سيمي سبيسياليزي وكاين ليميتي سبيسياليزي ولا اوتمون كاليفي، هادوك بوحدهم 6 7 اي بلس. غادي تعمروها اون بابي، علاش؟ لان نتوما الناس لي فرانكوفون، اما الناس لي انغلوفون كيقدروا يعمروها اونلاين. ملي غادي تعمروها اون بابي هادشي كله غادي ديروه وما ديروش اخطاء، لان اي حاجه كتدخل هنا ومشاو تقبلوا لك الملف ديالك خص داكشي يكون مطابق، لان يطلبوا لك الوثائق الاصليه ديالك. عمرتي عندك لا ليسونس اجازه، خصها تكون عندك الاجازه. عمرتي في لا لونغ ادميتون كمثال ايتيليزو فو الفرونسي او لونغلي او طرافاي، لا درتي وي لي دو او اوكون، بون لا درتي لي دو، خصك تكون تميتريزي لا لونغ كومام، يعني تكون تتكلم مزيان. ها هي ريزولتا تيست لينغويستيك، كلهم هادو مقبولين. لا عندكم لاش، دائما في الحلقات ديالي كنشجعكم ديروا اختبارات، وعطيتكم مواقع سيرتو المراكز اللغويه الثقافيه التابعه للسفارات كيعملوها باسمنه مناسبه، خصكم تعملوها الناس اللي عندهم هذه الرغبه للهجره الى كندا. سي سور كيطلب شويه الفلوس، ولكن راه هذا هو البروسيسوس الا بغيتي تهاجر لكندا بهذه الطريقه هذه. كتعمرها كلها، غنخليكم تشوفوها، ضروري لا سيناتور ديالكم، انا ما سينيتيها سا مارش با، ها هي بلا دات ديالكم. غتقول لي كيفاش غادي نرسلوها، هنا غادي تعمر كومون، كيفاش شفتيها، تقدر دير سيت ويب،
autre سيت بحال هكا دير يوتيوب ادميتون ولا دير باب كندا كنضحك معكم يوتيوب ولا باب كندا ولا اي حاجه سيبوزون بحال هكا غادي راه اون بي دي اف من بعد اش غادي تعملوا ليها خصكم ترسلوها مباشره خذوا الوقت الله يخليكم راه كاين الناس كنظن ما كيشوفوش الفيديو كامل وكيبداو يطرحوا اسئله وما كملش الفيديو كنشوف انا التعليق ديالكم باقي كيقول لك فين هو الرابط اين هو الرابط اين هو وانا في الفيديو راه كنقول الرابط في لا ديسكريبسيون في التعليق في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف بالعربيه يعني كون كملتي الفيديو تعرفني راني كنقول راه في صندوق الوصف الله يخليكم كملوا الفيديو لان هذه المعلومات كتبغي الدقه وكتبغي واحد التريوت ما كتبغيش التسرع لان درتي خطا ترفض لك الملف لا ترفض كتولي صعيب ان باش تقبل لك من جديد كيولي عندك ان دوسي ها هي لادريس ديالهم كديروا اون بي دي اف باش تعرفوا لان الناس خص يكون عندك اورديناتور تعمر المسائل ديالك كلها وديروا اون بي دي اف تونغيستري يعني تسوفغارديه وكتصيفطو ا ايميغراسيون à commercial.gouv.nt.cant et nord-ouest directement le terrain nord-ouest directement les hommes mais fiha hada majani ou amlou asra mumkin ghadi tkhsarou hna bach ma nshrah likom travailleurs semi qualifiés hiya di ntkellemt aliha yani sahab el mihan el hiraf el sina'at ma talbinch hada ma kanhdarch ala mohandis ou la tabib ou la oustad ou la kanhdar ala soudeur mécanicien qa3d el mihan hadi najjar يعني خصو يكون فيك الشروط الاساسيه ضروري سيمي كاليفي ان بو او بو كاليفي بو بعد شي شويه صحاب لونتري اكسبريس انتوما اللي بغيت تعملوها تعملوها هنا هذا هو الفورميلير المهم باش ترسلوه مباشره ترافايير كاليفي انتوما كاليفي يعني انفيرميير هادو هما اللي كيتسموا كاليفي انفورماتيسيان هادو كيتسموا كاليفي وترسلوها ديروا اون بي دي اف سمعوا مزيان الله يخليكم ما تسرعوش ما تدوش تطرحوا اسئله نتوما ما كتكملوش الفيديو ما كنعممش شي وحدين من تعمر المسائل ديالك سوف غاردي اونغيستري يعني كتفهموا واش باغي نقول غادي ديروا اون بي دي اف وتصيفطوا ترسلوا ديريكتومون لهاد لادريس وتخلي عندك ان كوبي سيتو اسهل ما يكون هادي بروغرام دي كانديدا دي تير نور ويست هيا تيريتوار دو نور ويست هادو داروا اي ميزاجور غادي راه تكلمت على هاد الحلقه شي 3 شهور ولا شهرين كنظن داروا اي ميزاجور عاودوا جدوه وغادي نقول لكم علاش هذا مهم باش ما نطولوش حيت كادي تمشيو لهنا كيف كتشوفوا داروا هذا امبلوا كونساي ديفلوبمون ايكونوميك دي تيريتوار دي نور ويست فورم غتسميو ولا صالون تشغيل ها هو غنخلي لكم لو ليان ديالو غادي تدخلوا حتى هو خصكم تسجلوا فيه لي زامبلوا كلهم هادو كيخاطبوا الاجانب اللي هما نتوما هيا كونسيت كونسلتاسيون انديفيديوال بيرسوناليزي سيرفيس دو سوتيان او زيميغران اتولي دو جروب شي كلو ريكروتمون ها هما كيتكلموا على ريكروتمون بيرسونيل بيلينغ دون لي تيريتوار يعني هادو بعدا كيقبلوا الناس الناطقه بالفرنسيه وبالانجليزيه ان خصك تعرفوا لان هادو هما السكان الاصليين ديال كندا هما هادو اللي كيسكنوا في هاد المناطق هادي لي زاميغانديان ولا لي زينويت كاينين هما هادوك اللي ساكنين تما الوغ ديفيزيون دو بوسيبيتي دومبلو دون لي زونيفرسيتي كنديان بارتاجون نو ليان افيك دي زورغانيزم سمعوا غوفرنمونتو اكتيف دون لو ريكروتمون كوم لي زامباساد كنديان ريزيدون ايغالمون لي زامبلور اي ديريجيز ديسكريبسيون دو سو بوست بون هادو انا كيقلبوا كيديروا في كل شيء في السفارات في كل شيء كيقلبوا على الناس اللي فيهم شروط دائما مي فيهم شروط ماشي من والو ما تسمعوش هاد الكلام خص يكونوا فيك الشروط كيفاش غادي تعملوا باش تمشيو ديروا تسجلوا في هاد الفوروم هذا غادي تمشيو الكونتاكس تبقاو فيه دائما هادي نبغيتو تستقبلوا هاد كيفاش نقولوا اخر المعلومات لي ميزاجور ديال لي زومبلو وداك الشيء كتعملوا سانسكريير هاي كتدخلوا الايميل ديالكم باش كتوصلوا بجميع المستجدات هذه بالنسبه للناس اللي باغات تحصل على عقود عمل في هذه المنطقه هذه غادي ندخلوا هنا اسمحوا لي واحد الدقيقه الله يخليكم امبلوا امبلوا
كتكملوا مباشرة كتمشيو هنا غيد دو فواياج كتدخلوا له كتضغطوا عليه اهو اون فرونسي اون انجلي في المنيو هذا فيه جميع لي زومبلوا يعني المناصب الشغل اللي يعني مطروحه ديسپونيبل هاو كيفاش كتشوفوا هنا امبلوا سيرفيس ديميغراسيون في لا في في كلشي على هذه المقاطعه كتدخلوا هنا امبلوا وكتكملوا يعني كترسلوا السيره ديالكم المهنيه هاو غادي تقراو راسكم فيه لي زانفورماسيون فيه لي زيميل فيه الشركات فيه كلشي هنا او ميم طون قبل ما نسالي غادي واحد المعلومه غادي دائما كنشجع الناس ديال صحاب الانتيليجنس ارتيفيسيال راه كاين هيا ايميغراسيون كيبيك خرجت اليوم entreprise vous désirez recruter dans des secteurs spécialisés par exemple technologie de l'information et des communications intelligence artificielle jeux vidéo ou effets visuels participer webinaire le 21 janvier هذا غادي يكون بالنسبه للناس صحاب الانتيليجنس ارتيفيسيال le 21 janvier ها هو participer وغادي تعمل في les États-Unis Québec international et Montréal international كيقلبوا كاين واحد الضغط كبير على هاد الناس تحب الانتيليجنس ارتيفيسيال يعني الناس اللي فيهم هاد الشروط يتقدموا لان راه كاين بحث عليهم على الكفاءات ديالهم كنتمنى هاد الحلقه تعجبكم ما تنساوش تسجلوا راسكم بعثوا لا دوموند ديالكم لان داروا ابديت في اسرع ما يمكن الناس اللي دائم في الشروط دعموا القناه لايك والى اللقاء